يقول: هل يدخل في إرادة الإنسان بعمله الدنيا تربية الأبناء أنهم إذا فعلوا طاعة معينة فسيجعل أو فسيحصلون على مبلغ مالي أو جائزة دنيوية؟ الجواب أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني في الجهاد، فجعل جزاء من قتل أحدا من جيش الكفار أن له آلته من سلاح ولباس وغيرها، وهذا من الدنيا فيما يعد، فمثل ذلك جائز تشجيعا لهم وحثا لهم على ذلك، مع تنبيههم إلى أن المقصود هو طلب القربة من الله سبحانه وتعالى، فيخبرهم بأن ما يعطيهم الله أكثر مما يعطيهم هو، وأن عطاءه هو سينقطع، فلو عمر معهم 100 سنة فسيموت، وأما ما سيعطيهم الله فلا ينتهي، ويكون هذا على وجه التدريج لا على وجه الملازمة أبد الآباد. فهو إذا أراد أن يعود ابنه الصلاة قال له ذلك وأعطاه شيئا بعد شيء، مدة بعد مدة، حتى يقوى تعلقه بالصلاة، ثم حجبه عن ذلك وصرفه إلى غيره بتعظيم أمر الله سبحانه وتعالى له بالصلاة.